اهلا بكم في الاسبوع الطبي في خصوصا في معرض كلية التمريض. طيب ببساطة كلية التمريض الليلة عندنا عبارة عن 7 استيشنات او 7 محطات. المحطة الاولى بتتكلم عن الادارة، زي ما عارفين انه الادارة هي عصب كل الامور، فاول استيشن اخترناه هو التمريض والادارة، بحيث انه نعرف انه التمريض ما عبارة عن شغل بتاع مستشفى وحقنة ودريب وعيان وسيرجري وجراحة، لا، في جانب اداري حنتكلم عن الجانب الاداري في التمريض والخطوات اللي انت بتأهلك عشان تكون اداري في التمريض شنو. الاستيشن الثاني بنتكلم عن التمريض والتكنولوجيا، حيث زي ما عارفين احنا في القرن 21 تأثير التكنولوجيا على المجالات الطبية وعلى التمريض خصوصا، كيف انها ساعدت الممرضين ذاتنا، كيف انها ساعدت التقدم في الموضوع. كلية طب الفم والأسنان جامعة كرري بكل دفعاتها، الدفعة من الدفعة 12 إلى الدفعة 8. نحن اليوم هنا في المعرض بتاع المتواضع هنقدم لكم جزء من شغل الأسنان الواسع جدا، اللي هو شغل الأسنان في الآونة الأخيرة يتقدم بطريقة مبهرة جدا، حتى إنه وصل لحتة الطب الجنائي. الطب الجنائي زمان كان بس بيعرفوه انه تبع الطب العام، اما الاسنان تطورت لانها بقت تعرف نوع القتله، نوع اسماء القتله، اشكالهم، طولهم، من هم، عن طريق بس انه يشوف السن. غير كده عندنا نحن في صحه الفم والاسنان معروف انه اي صحه، اي حاجه داخل الجسم بتقوم عبر الفم، فبالتالي الفم لازم يكون حته نظيفه جميله، وهو بدي طابع نفسي متكامل للإنسان. طالبة بكلية المختبرات الطبية بجامعة كرري قسم الهيماتولوجي أمراض الدم. القسم عندنا بيتكلم عن عموما أمراض الدم، وبيتكلم عن التكوين بتاع الدم، خلايا الدم، بداية من الخلية الأم لحد التقسيم الأخير اللي هو كريات دم بيضاء حمراء والبليتلت أو الصفائح الدموية. بيتكلم لنا عن الأنيميا في البداية اللي هي نقص الدم، وبيتكلم لنا عن اللوكيميا سرطان الدم، بيتكلم لنا عن الاي اس ار الترسيب، وبيتكلم لنا عن اقسام كثيره جوا اللاب احنا حنتكلم عنها ان شاء الله في اللاب بتاعنا. أتكلم عن نشأة أو تاريخ الجيش السوداني الحديث. الجيش السوداني الحديث النشأة الأولى له في عام 1925، وكانت أنذاك تحت قيادة المحتل البريطاني. بعد ذاك بعد 1956 بعد استقلال السودان تم تكوين جيش وطني واحد بكامل الفرق بتاعه ابتداء من المشاة حتى البحرية، وكان عرفت في النائب قوات الجيش السوداني. بعد ذاك تحول للقوات الدفاع عن السودان، بعد قوات الشعب المسلح، واخيرا للجيش السودان، القوات المسلحه السودانيه. له عقيده قتاليه تقوم بالدفاع عن الوطن والحفظ محافظه على سيادته وكرامته ووحدته والدفاع عن الدستور. نشا السلاح الطبي كاحد افرع وحدات القوات المسلحه في يوم 1 نوفمبر 1958، وتم تعيين الطبيب حسين عبد الرحمن الشلالي كأول قائد للسلاح الطبي. ومنذ ذلك الحين تم تدريب العديد من الكوادر وتطوير الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الطبية للضباط وأسر الضباط والجمهور، ولا تزال
هذه الخدمات في تطور مواكبة تطور الطب والعلوم الصحية. كلية الطب السنة الثالثة، إحنا هنا في القسم بتاع الميديسين، عندنا فيه 4 أقسام. القسم الأول بتاع الكوميونيتي، القسم الثاني بتاع الإمرجنسي، القسم الثالث تكلمنا فيه عن الاعتماد، القسم الرابع تكلمنا فيه عن الكوميونيتي ميديسين. في القسم بتاع الإمرجنسي تكلمنا عن how to save lives، في القسم بتاع الانترنال ميديسين تكلمنا عن الكارديوبولمونري، المشاكل اللي بتصيب الهارت ومشاكل بتصيب الريسبيرتوري. في القسم بتاع الاعتماد تكلمنا عن أهمية الاعتماد ودور الجامعة فيه وإحنا شغالين فيه ووصلنا فيه وين. تاني تكلمنا عن القسم بتاع الكوميونيتي وتعرضنا فيه للحميات وتعرضنا فيه لحمى الضنك المنتشرة الأيام. الليلة في الأسبوع الثقافي العلمي عندنا معرض الصيدلة ومقسم للفارماسوتيكال دروجز وللفايتوكيمستري بلانتس. عندنا هنا التركيبات الصيدلانية لو صورتها هنا، وجوا عندنا النباتات الطبية واستخدامها الشائع اللي بيستخدموه السودانيين أو العالم كله. هي نباتات مستخدمة في البيت لكن عندها استخدام طبي. مثلا عندكم الجنزبيل، الناس كلها بتعرفه كمضاد للاحتقان بتاع الحالك في الالتهابات والحياة زي دي، بالذات لما نعمل معه الليمون بيشتغل كأنتي مايكروبيال أو مضاد للبكتيريا. عندكم الجزر والبن يعني النباتات السودانية أو التاريخ السوداني اللي احنا بنستخدمه هو فيه عدد كبير من الفوائد الطبية، وده مجال كبير للأبحاث إن شاء الله في جامعة كيلاري هنا وبرا الجامعات السودانية. فاطمة اليسع، كلية الأشعة جامعة كيلاري. القسم هنا ده بتكلم عن الأشعة الحديثة والتطور بتاع الأشعة، والأشعة بتاعتنا إنه دخل فيها الكمبيوتر وبقينا قادرين نصور ونخلي الدكتور يعمل العملية قبل ما يعمل العملية أصلاً، وقادرين نصور 3D ونطبع 3D سواء ورم أو أي حاجة، وإنه التطور اللي حصل في الأشعة. جامعة كيلاري ده قسم الطفيليات والمايكروبيولوجي. جوا هنشوف التوضيح والتفصيل، كلها سكشنات مقسمة على حسب أي تخصص. الهيستوباثولوجي اند سايتولوجي اللي هو علم الانسجه والخلايا المريضه. المعرض عندنا بيتكلم عن تطور علم الهيستوباثولوجي بصوره عامه وعلاقته بالامراض والتطور اللي قدر يعمله في الامراض. في المعرض بنشرح من بدايه تعريف الهيستوباثولوجي، يعني شنو هو اصلا علم الهيستوباثولوجي وفائدته شنو للمجتمع. بعدين بناخد الزول زايرنا في رحله انه يعرف عندنا داخل اللاب احنا بنعمل شنو للعينه لحد ما نفحصها. جامعة كيلاري جامعة كبيرة جدا، فيها شقين، الشق في مجمع الكلية في مجمع خور عمر في منطقة كيلاري، فيه كلية الهندسة والكليات النظرية الأخرى. أما في بلد عندنا 6 كليات: كلية الطب،
كلية طب الأسنان، كلية الأشعة، كلية التمريض، كلية المختبرات الطبية.